سياسي سعودي يكشف عما سيستهدفه التحالف العربي في صنعاء ردا على قصف مطار أبوظبي. نشاهد التفاصيل. قال السياسي السعودي حمدان الشهري: جهز يا حوثي قادتك من الصف الأول لقاء صهاريج فقط، والقائد عندكم يساوي صهريج عندنا. وأضاف: في كل مرة يفتح الحوثي على نفسه جبهة أكبر مما يحتمل، ومسيراتك المفخخة لن تنفعك كما لم تنفع داعش مفخخاته. واختتم: تحرير اليمن السعيد يعني التقدم في جميع الجبهات بما فيها الميناء، والضرب بيد من حديد. إرهابك الذي تمارسه على المدنيين الضعفاء لن يرهب دولنا، فنحن من يقمع الإرهاب وأهله.